احسن كشري في مصر. اهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حد بدأ في الخمسينات وفتح فعلا في الستينات وتألق في التسعينات، دخل موسوعة جينيس في الالفينات. قصة كفاح بدأ من الصفر لغاية لما دخل موسوعة جينيس، الناس بقت تجيله من كل حتة في مصر وخارج مصر. اللي يجي مصر يدور عليه، اللي يجي وسط البلد ومنطقة باب اللوق يدور عليه، السياح بقت تجيله بالاسم. فتح فروع كتير داخل مصر وخارج مصر. انه كشري ابو طارق. الحكاية مش حكاية كشري، الحكاية حكاية كفاح. الحكاية اللي عايز يفتح بيزنس بص الاول على كشري ابو طارق بدأ منين ودلوقتي وصل فين. تعرفوا كشري ابو طارق ما بيقدمش حاجة غريبة او حاجة مش موجودة عند حد ولا عنده سر مهنة، ده عادي جدا، طبعا كشري طبيعي كل الناس تعرف تعمله. ايه السر؟ هو النفس. لا، نفس الحاج ابو طارق نفسه، علشان هو في حب، في عاطفة. الناس اللي بتشتغل مش جاية تأدي شغل ووقت وتخلص وتروح عشان تقبض، لا، جايين عن حب، بيعملوا طبق الكشري عن حب. الستاف بالكامل اتعلم ازاي يشتغل بحب، عشان كده هو بيقدم احسن طبق كشري في مصر. حكاية ابو طارق مش حكاية مطعم وخلاص، ولا مطعم مشهور، ولا مطعم كبير، ولا مطعم فريد، ولا لا لا لا، حكاية ابو طارق هي حكاية كفاح، حكاية واحد نجح من غير ما يكون عنده أصلا بلان، بس هو اتكل على ربنا وفتح واشتغل بضمير. كشري أبو طارق من سنة 1963 كانت عربية صغيرة، تدرج وفتح محل كبير. أخد محل صغير قدام العربية بتاعته، كانت قهوة زمان، بعدين القهوة قفلت ولا مش عارف حصل لها ايه، المهم اخد مكان القهوة، بعدين اخد الدور اللي فوقيه والدور اللي فوقيه والدور اللي فوقيه. لغاية لما بقى عنده كل المبنى ده. هو يستاهل احنا نعتبره قدوة لبزنس مان ناجح، وكل الناس مفروض تحتذي به. ازاي ينقي الرز؟ ازاي ينقي المكرونة؟ ازاي ينقي العدس؟ ازاي ينقي البصل؟ ازاي يسوي كل حاجة؟ دي كتاب كده بيتدرس للناس اللي قاعدة جوه. الاكل مش بيتسوى كده وخلاص بأي طريقة. هو نفسه الحاج طارق ابو طارق قال ايه؟ قال انت لما تيجي تاكل كشري الصبح مش زي لما تيجي تاكله بالليل. ليه؟ بالليل بيبقى فيه رجل وناس كتير، مش بيقدر يخدمه صح زي ما بيقدمه الصبح. هو طبعا في الحالات كلها طعمه ممتاز، لكن الصبح لما تيجي تاكله، لما بيجي يقول لك ايه، يعمل الرز مثلا والمكرونه والعدس والحمص والبصل، يقول لك السر انك تهويه شويه، تعمل الحاجه وتسيبها شويه تتهوى. هو يقول كده، وفعلا انت بتيجي تاكل الحاجه عنده طعمها غير، طعمها غير اي مطعم تاني، او طعمها فريد مع انها هي. سبحان الله. تعالوا شوف مع بعض كشري ابو طارق. على فكرة انا كنت عايز اقول لكم ايه هي سر خلطة كشري ابو طارق. مفيش سر ولا حاجة، هو مفيش سر، وكل حاجة قالها لك كده في العالم، مفيش خلطة سرية، مفيش حاجة كده ولا كده حاططها عليه مش بيقولها على حد، لا كله معروف. بس انا زي ما قلت، الحب اللي الناس بتشتغل بيه، العاطفة اللي هم فيها، حب شغلهم، الضمير، هو ده اللي بيخلي المطعم مميز، خليه سمع للعالم كله، العالم كله بيعرفه كشري ابو طارق لما يجوا مصر.
ويسألوا فين كشري أبو طارق، يعني الأكلات المشهورة في مصر الأكلة الشعبية إيه؟ كشري. فين؟ تعالوا نروح أبو طارق. المرشد السياحي بيحط في البرنامج بتاعه كشري أبو طارق، يقول للسياح نجرب أكل تقليدي مصري، أكل شعبي، كشري أبو طارق. عشان كده هو وصل للعالمية، مش عشان هو مش عايز، يعني المرشد السياحي مش عايز يقولك تعالى كل كشري وخلاص، أكيد عايزك تاكل كشري مميز، صح؟ هو لما يكتب كشري أبو طارق هو كاتب حاجة مميزة. يلا مش عايز أطول عليكم، تعالوا نكمل وتشوفوا. أنا هدخل وأدوق دلوقتي الكشري بنفسي وأقول لكم رأيي. يلا تابعونا. شكرا. بعد ما جهز لنا احلى طبق كشري في مصر، ندوقه بقى ونشوف هو فعلا احلى ولا مش احلى. ده من عند ابو طارق. تعالوا نقول مكونات الكشري كده سريعا، بما ان انا في متابعين معايا من بلاد تانية مش من مصر، فممكن يكونوا مش عارفين الكشري بيتعمل ازاي. فاول حاجة بيبقى في رز وعدس وشعرية بتحطوا مع بعض كدفعة اولى، بتحط يعني الكشري بيتعمل كل حاجة لوحده، بعدين نحط الاضافات ده وده وده. اول حاجة بيحطوهم مع بعض رز بالشعرية وعدس مرة واحدة، دي اول حاجة. طبعا العدس الجبنة احنا بنسميه اللي هو الاسود مش الاصفر. بعد ما نحط اول مكون هو خليط مع بعض الرز والشعرية والعدس، نحط بقى يكون معمول برضو في طبق تاني او في حلة تانية كبيرة محطوط فيها المكرونة. المكرونة زي ما تحب، بس الافضل هو ابو طارق بيعمله ازاي، بتحط المكرونة سباكيتي اللي هي طويلة ومكرونة صغيرة، حطوهم على بعض هما الاتنين. ده ايه تاني مكون عندنا. بعدين يكون مجهز تاني بقى عدس لوحده، بيحط عليه حمص، يعني عدس وحمص يحطوا مع بعض. انا ده اللي ايه الحلقة اللي انا شفتها عند ابو طارق، يعني في ناس بتحط اختلاف، بتحط حاجات مختلفة شوية، لكن ابو طارق بيحطوا العدس والحمص مع بعض كده في حلة لوحدها، الحاجات دي بتتعمل وبيسيبها تتهوى. السبب بقى ان هي دي تكون متهوية شوية، ما تكونش لسه معمولة سخنة، لا الحاجات دي تتهوى شوية. تحطهم كده كل المكونات دي تحطها مع بعض، بعد ما تحط العدس والحمص اللي هم يكونوا في حلة لوحدهم تحطهم في الطبق، وبعدين تروح داخل تحط الصلصة. الصلصة بقى تكون سخنة جدا، دي اهم حاجة، الصلصة تبقى سخنة، تحط داخل تحط الصلصة. بعد كده تكون تروح نازل بايه، بعد ما تحط الصلصة تنزل البصل اللي هو يكون مقلي اوريدي من الاول، يعني قبل كده. كل الحاجات دي بقول لكم في حله لوحدها، في حله كبيره كده يبقوا قالين فيها البصل شرايح كده، ويحطوها فين في الحله دي، تروح داخل الابدو عليها وهو بيقرمش كده، تحطه من فوق، بعدين تروح نازل من فوق تاني وحمص حب كده لوحده من فوق كده لوحده. وبعد كده بعد ما تنزل الحاجات دي كلها تحط بقى الدقه. الكشري يحب الدقه. الدقه دي بتعبر عن عن توم، عن توم معمول كده انا مش عارف الطريقه، يعني هو توم ميه وفيها توم، ازاي معموله ما اعرفش. في ناس بتفش بتعصر ولا ليمون، تعصر عليه ليمون في الاخر، وبعدين يحط شطه بقى وتقلب تقلب تقلب، وبعدين تاكل بالهنا والشفا. هجيب لكم الطبق دلوقتي وانا باكله، شوفونا تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ظبطه لي، هنشوف بقى. بسم الله. انا قلت له زود الشطه، هو زودها. كل حاجه هنظبطها، الرز، العدس، المكرونه، الشعريه، البصل، كمان الدقة المحطوطة، الطماطم، الثوم، كله يستحق فعلا، يستحق. طبعا جايب مقاس هو بيقولي صغير، بس ده مش صغير،
أنا وفيك. طب أنا سعد أكون دولي. الحمد لله. دلوقتي هو جاي بحلو. ماشي شكرا. انت تقدر تقول ليه الكشري هنا مميز؟ ايه اللي مميزه؟ اول حاجه حضرتك احنا الخامات هنا بيستخدموا احسن الخامات، بيستخدموا زيت ذره، احلى نوع رز، احلى نوع مكرونه، بيجيبوا اعلى شيفات طبعا في المهنه، بيعملوا عشان يعملوا حاجه نظيفه، بيهتموا بالشغل واهم حاجه النظافه، يعني كل حاجة في مراقب جودة، في كل حاجة بيهتموا بكل التفاصيل. تمام يا باشا، تحت أمرك يا معلم. شوف الرز بلبن ده كده، الرز بلبن ده بناخد منه معلقة، بس ده يبين ان هو ايه طازة، هو ايه معمول النهارده ده كده، الحركه دي كده لما تيجي تاخد كده يبان ان هو ايه معمول اليوم. هندوق مع بعض. ما شاء الله مميز جدا. في الكريمه اللبنية، طعم الكريمه اللبنية طعم باين كده، يعني ايه مش حاطين نشا ولبن ورز وخلاص، لا في كريمه لباني، كريمه لباني بيبان طعمها في الرز بلبن، ودي اللي بتخليه تديله ايه تديله طعم افضل. انت غير كده بقى السكر مظبوط، الحليب اللي فيه مظبوط. ما شاء الله. اي حد بيحب الكشري بيحب رز اللبن يجي ياكل من عندك وتطلع ان شاء الله.